بابا كلمني يوم 5 اكتوبر فقال لي ركا يا بنتي تعالي معايا بقى بعد العرض تعالي للجيزة عشان نطلع سوا الفتحة لعمك عاطف ونطلع سوا بعد كده على وادي الراحة. قلت له بابا حبيبي دلوقتي داخل عيد يعني سيب الولاد لوحدهم ازاي؟ فقلت له مش هينفع يا بابا. قال لي طب بص بقى خدي بالك يا ركا. قلت له نعم يا حبيبي. قال لي سجلي العرض. قلت له اسجل العرض يا بابا؟ قال لي اه. قلت له ايه في مفاجآت؟ قال لي في مفاجآت. قلت له يعني سلاح زي اللي كنت بشوفه معاك في القناطر وفي البلد وكده؟ قال لي لا 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 ركب انت بس سجليه وانت هتعرف. 6 اكتوبر 1981 استيقظ الرئيس انور السادات من النوم الساعة 8:30 صباحا وبدأ روتينه اليومي بقراءة بعض الصحف مع شرب كوب من الشاي. بعدها قام بعمل بعض التمرينات الرياضية تلاها جلسة تدليك. استقبل بعدها بعض المكالمات التليفونية واللي كان معظمها للتهنئة بذكرى انتصار اكتوبر. بعدها تناول الافطار وقام طبيبه الخاص باجراء الفحوصات الطبية الروتينية وكان الرئيس في حالة صحية جيدة جدا حسب تأكيد طبيبه الخاص. وبدأ الاستعداد للعرض العسكري بارتداء بدلة القائد الاعلى للقوات المسلحة واللي احضرها من لندن واشرف على تصميمها وكان مستوحي خطوطها من الازياء العسكرية لألمانيا النازية واضاف ليها وشاح العدل ونجمة سينا. لاحظت زوجته انه لبس البدلة بدون القميص الواقي من الرصاص فطلبت منه لبس القميص لكنه رفض. ما كانش لابس حزام قصدي رفض رفض يومها الصبح انا عرضت عليه عرضت عليه انه يلبس فقال لي بلاش كلام سترة الواقي بتأمني يعني. بالظبط بالكلام ده. طب واذا جت الرصاصه في راسي هتلبسيني ايه؟ وضحك فسكت. رفض الرئيس لبس القميص الواقي من الرصاص برغم ان وزير الداخلية النبوي اسماعيل بلغه في اليوم السابق 5 اكتوبر 1981 ان وصلته تقارير بتفيد ان الجماعات الجهادية بتحضر لعملية جدية لاغتياله اثناء العرض العسكري، لكن الرئيس طمنه ان العرض هيمر على خير. نلت العرض، انا كلمت في التليفون المغرب كده سيادة الرئيس انا الان جدا بالنسبة لبكرة. قال لي ليه يا نبوي؟ سيادة الرئيس اول امبارح في مصدر لنا من اللي احنا مخترقين به التنظيم دعي لمقابلة قيادة تنظيمية فراح في ميدان محطة الجيزة الساعة 8 مساء فراح هناك لقى عبود الزمر فقال له للجدع ده انت المداح صرف عنك حاجة؟ قال له لا. قال له نعمل عندك مخزن سلاح ونجيب لك مفرقعات وحاجة زي كده. قال له انتوا ناويين على ايه؟ قال له احنا كشفنا وعدد كبير من قاداتنا اتمسك وجزء من اسلحتنا اتمسك وضائعين ضائعين ولا بد من عمليه وكان في غايه الانفعال. سياده الرئيس كان منفعل لدرجه غير عاديه وده اول امبارح بعد تهديد سيادتك. يا سياده الرئيس عبود الزمر اذا ما كناش اكتشفناه كان ممكن بحكم موقعه انه يكون قاعد في المنصه مع سلاحه ضمن مجموعه الامن اللي بتامن سيادتك وكلنا تحت رحمته وده مش هو لوحده. انا ساعه ما قلت له كده هو سرح لدرجه ان انا افتكرت ان الخط اتقطع بيني وبينه وقعدت اقول يا ترى سمعني لغايه فين وهعيد له من فين تاني. لقيته ابتدى اتكلم انا نبوي انتوا عملتوا عمل كبير واطمئن ان شاء الله بكره هيعدي على خير تصبح على خير. بحلول الساعة 10:30 صباحا توجه الرئيس أنور السادات لمقر وزارة الدفاع لاجتماع قصير مع كبار القادة كالعادة في مثل هذا اليوم من كل عام والتقاط الصور التذكارية مع كبار القادة. بعدها توجه الرئيس إلى أرض العرض العسكري بمدينة نصر لمشاهدة العرض العسكري من المنصة. جلس الرئيس السادات وعلى يمينه نائبه حسني مبارك ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور مبعوث السلطان قابوس وعلى يساره المشير أبو غزالة ثم سيد مرعي ثم الشيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار. فجر يوم 3 سبتمبر 1981 أصدر الرئيس أنور السادات بعض القرارات اللي سميت لاحقا باعتقالات سبتمبر وهي مجموعة اعتقالات سياسية من أجل قمع السياسيين المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد وتم اعتقال 3000 شخص من بينهم 1500 من رموز المعارضة السياسية والكتاب والصحفيين ورجال الدين في مصر بالإضافة لإلغاء إصدار الصحف المعارضة. كان من المقبوض عليهم محمد أحمد شوقي الإسلامبولي شقيق الضابط خالد الإسلامبولي. رجع خالد لقريته يوم 3 سبتمبر فوجئ باعتقال الشرطة لشقيقه الأكبر بسبب اتصاله بالجماعات الدينية في أسيوط وده اللي أثر في نفسه بشكل سلبي. عرف خالد أن تم اختياره ليكون في العرض العسكري اللي هيقام في ذكرى انتصارات أكتوبر أمام الرئيس السادات وقتها قرر التخطيط لقتل الرئيس. عرف خالد أن تم اختياره ليكون في العرض العسكري اللي هيقام في ذكرى انتصارات أكتوبر أمام الرئيس السادات وقتها قرر التخطيط لقتل الرئيس لعدة أسباب منها إهانة السادات للعلماء في آخر خطبة ورميهم في السجن والحكم بغير ما أنزل الله وزيارة السادات لإسرائيل وإبرام معاهدة السلام.
فجر 6 أكتوبر 1981 توجه خالد الإسلامبولي للخيمة اللي بينام فيها أصحابه اللي هيشتركوا معاه في العملية، حسين عباس وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل، وسلمهم كيس الزخيرة وقاموا بتعبئة خزائن الأسلحة. وعلشان الإجراء المتبع كان نزع إبر ضرب النار من الأسلحة الموجودة في العرض، اتصل عبد السلام فرج واللي ما كانش من ضمن مجموعة الاغتيال، لكنه هو اللي أحضر المجموعة اللي هتشترك مع خالد في اغتيال السادات. كمان قام بإحضار إبر ضرب النار من مقدم يدعى ممدوح حسن أبو جبل، كان بيخدم في سلاح الأسلحة والذخيرة. قيل إن محمود حسن أبو جبل رفع تقرير للمباحث قبل تسليم إبر ضرب النار لعبد السلام فرج، واللي طلبت منه مسايرة المجموعة علشان يمسكوهم متلبسين، وعلشان كده اتحول ممدوح أبو جبل في القضية لشاهد ملك. بحلول 6 صباحا ركب خالد ومجموعته على عربية جر المدفع وتحركوا لمكان الانتظار استعدادا للعرض العسكري. وقبل تحرك السيارة لدخولها طابور العرض العسكري، ظهر ضباط من رئاسة الجمهورية يركبون دراجات نارية، بدأوا في تفتيش السيارات واحدة ورا التانية، فألقى عبد الحميد نفسه على الرشاشات الثلاثة ونام عليها، وبدأ في تجهيز نفسه لتفجير قنبلة كانت معاه عند محاولة تفتيشه. وأثناء تفتيش العربية اللي قبل عربية خالد واللي هتنفذ العملية، قام شخص ونده على الضباط وتوجهوا للعربية اللي بعد عربية خالد. في الوقت ده كان كل اهتمام الأمن متجه إلى ما وراء المنصة، ظنا منهم إن المجموعة اللي هتنفذ العملية ممكن إنها تيجي من الخلف. بدأ العرض العسكري بحلول الساعة 11 صباحا بقراءة الآيات القرآنية للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بعدها كلمة للفريق محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. بعدها توجه رئيس السادات للنصب التذكاري للجندي المجهول لقراءة الفاتحة ووضع إكليل الزهور. بعدها تقدمت عربة قائد العرض العسكري للمنصة لطلب الإذن من الرئيس لبدء العرض، وبدأ العرض العسكري. وأثناء العرض العسكري حدثت أشياء غريبة لأول مرة تحدث في عرض عسكري بحضور الرئيس، وكأنها إشارة إن في حاجة هتحصل. هذا اليوم بالذات ببدايته كانت ملابسات غريبة. أول حاجة كان عرض الخيال، فمع بقاء طبول العرض في حصان جمح من الطابور. بعد شوية ابتدت مقذوفات الكرتونية اللي هي بيطلع منها سدسة الرئيس والبلالين والأصوات والمفرقعات والكلام ده اللي بتبقى جنب النصب التذكاري. اتجاه الريح دايما ومحسوب بدقة طبعا ان الأبواب الكرتونية دي الهواء بيوديها على الاستاد، ففوجئنا بيها كلها جت في المنص. بعد شوية لقينا موتوسيكل من الشرطة العسكرية وقف في الطابور، وقف موتوسيكل، فابتدر الموتوسيكل وراه يزقه. بعديها بدقائق لقينا عرض العربات المدرعه الجديده الام 113 برضه في الناحيه البعيده عطلت، واحده عطلت، فاللي وراها ده قف. قال ده اليوم ده فيه كلام، مش كل دي بتخليك تفكر ايه اللي بيحصل. جت بعد كده اتجاه الطيران المفروض في مسافه معينه بنحضرها في البروفه، ما البروفه النهائيه ما تنزلش عنها، يعني المفروض عشان يبقى فيه برضه امان. ده برضه انخفض قوي الطيارات الأقل من المستوى اللي هو اللي احنا شفناه قبل كده. بعديها على طول حصل حكاية النظاميين اللي بيقفزوا حر. المفروض في البروفة القبل النهائية بتاع سيرفيس أركان والبروفة النهائية للسيد وزير الدفاع بيقفوا في الجانب البعيد للطريق الأسفلت، ما بيتقدموش ناحية المنص، مجرد بينزلوا بيصطفوا وبعدين يمين دور ويمشوا. فالناس دي فضلت متقدمة معتادة المارش وحاطين إيديها في وسطها لغاية ما وصلوا بعد الأسفلت كمان العريض، ووصلوا لغاية رصيف المنص. اللحظة دي في ضابط من الخدمة طلع طبعا فعلا وتصور في النزوي، وانا شاورت له انه ينزل ايده، لان هم في اللحظة دي عملوا يمين دور ومشوا، لكن ده كان مخالفة لما كان متبعا في المتفق عليه. اثناء العرض العسكري حاول ضابط من امن الدولة الدخول للعرض لتسليم خطاب سري للغاية الى اللواء فتحي أتى مفتش الفرع الموجود داخل العرض، أو وزير الداخلية النبوي إسماعيل، بيفيد إن الجماعات الإسلامية ستنفذ عملية داخل العرض لاغتيال الرئيس، لكنه لم يستطع دخول العرض. كانت المعلومة وصلت للضابط محمد إدريس مدير مكتب مباحث أمن الدولة في منطقة شبرا الخيمة صباح يوم 6 أكتوبر 1981 عن طريق عنصر من العناصر المجندة داخل التنظيم المتطرف، واللي بلغها الضابط محمد إدريس إلى قياداته، واللي أرسله ضابط في عجالة لتوصيل خطاب سري للغاية. بحلول الساعة 12:40 دقيقة وأثناء عرض طائرات الفانتوم وأثناء مرور عربيات جر المدافع حدثت المفاجأة. وصلت عربية خالد الإسلامبولي أمام المنصة. طلب خالد من السائق إنه يقف لكنه رفض، فشد خالد فرامل اليد فاهتزت العربة، فرجع السائق فرامل اليد فشدها خالد مرة تانية، وقام بتهديد السائق بالسلاح، فخاف السائق وترك العربة وهرب. ومن الخارج ظهر مشهد العربة وكأنها فيها عطل. فتح خالد باب العربة ونزل أمام المنصة وبيتكلم بصوت عالي
وكأنه لديه شكوى أو تظلم للرئيس وما كانش في إيده سلاح. وقف الرئيس السادات، وقتها بدأ خالد في إلقاء القنابل اليدوية الدفاعية فانفجرت، وبدأ الثلاث عناصر المرافقة لخالد من ضرب النار على الرئيس من أعلى العربة، وأطلق حسين عباس واللي كان قناص بالقوات المسلحة طلقة كانت من الأسباب الرئيسية في وفاة الرئيس. وبعدها تقدموا للمنصة والتصقوا بيها وبدأوا توجيه النيران حيث مكان جلوس الرئيس. وقتها حصلت حالة من الفوضى داخل المنصة، استغرقت عملية الاغتيال حوالي 44 ثانية. بعدها انطلقت المجموعة تركض عشوائيا تطاردهم عناصر الأمن المختلفة وهي تطلق النيران عليهم، وقدروا انهم يقبضوا على الجنات ثلاثة، خالد الإسلامبولي وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل، وتم إرسالهم إلى مستشفى المعادي العسكري بسبب إصابتهم. أما حسين عباس تسلل لمنصة المشاهدين ثم راح كأي شخص عادي، وتم القبض عليه بعد 3 أيام من خلال اعترافات زملائه. الساعة 1:20 وصل الرئيس السادات لمستشفى المعادي العسكري وكان في حالة غيبوبة كاملة، وأجريت ليه الإسعافات العاجلة ولكن دون جدوى. وبحلول الساعة 2:40 بعد الظهر أظهر رسم القلب عدم تسجيل أي نشاط للقلب، وأظهر رسم المخ توقف كامل له عن العمل تأكيدا لحدوث الوفاة، واللي كانت بناء لتقرير الطب الشرعي بسبب صدمة عصبية عنيفة ونزيف داخلي في التجويف الصدري حيث تمزقت الرئة اليسرى والأوعية الدموية الرئيسية. توفى الرئيس بسبب 3 أعيرة نارية، واحد أصاب الجانب الأيسر واخترق تجويف الصدر واستقر بالقرب من الكتف الأيمن، والتاني أصاب الساعد الأيمن، والتالت أصاب الفخذ الأيسر. توفى أثناء العرض اللواء أركان حرب حسن علام كبير اليوران برئاسة الجمهورية، والمهندس سمير حلمي إبراهيم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان المصور الخاص بالرئيس، وسعيد عبد الرؤوف بكر وخلفان ناصر محمد من الوفد العماني، وشانج لوي صيني الجنسية كان ضمن الوفد الصيني الممثل للسفارة الصينية في القاهرة. وبعدين واحنا بنبص كده بصينا لقينا العربية اللي وقفت والضرب ابتدى، فأنا لسه بقف أشوف إيه، لقيته هو أنا شفته قدامي واقف وبيتدور بالجنب كده زي إيه للحراسة بتاعته يعني تشتبك معاه. ده اللي أنا حسيته وفهمته إن يعني مش حاجة هزار، لأ ده بينبه. فأنا وكانت البرنيطة قدامه وكان هو واقف كده مش بيحيي، في بعض الناس قالت واقف يحيي، لأ ما كانش بيحيي، هي كلها ثواني حضرتك. في انا معايا ضابط حراسه في ثواني برضو كان شددني من دراعي وقعني في الارض، وشدني ضابط الحراسه حتى انا استغربت قلت له ايه بتعمل ايه كده، فقال لي ده دور انا شغلي يا فندم، يعني بعنف كده. الشرفه كان فيه الرصاص داخل فيه. بعد ما خلص الضرب وكل ده برضو خد حاجه لا تذكر، وانا نازله جري عليه في سلم بقى عشان اوصله، لقيت ضابط من بتوعنا هنا بتوع الحرس الجمهوري لابس بدله بيضة اسمه الفولي هو حتى، فبص لي كده قال لي والله يا فندم ما تخافي والله ده انا بنفسي وديناه الطياره ومفيش ده جرح بسيط. فببص بيقول لي جرح بسيط، ولقيت بدلته كلها دم كلها دم وهو لابس ابيض، فبصيت له وسكت. مساء 6 أكتوبر 1981 خرج النائب حسني مبارك على التلفزيون ليعلن خبر استشهاد الرئيس أنور السادات. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. كان الرئيس السادات عايز يندفن في ميتا بالكوم بجوار أخوه الطيار عاطف، لكن بعدها طلب دفنه في وادي الراحة في سيناء. وبعد اغتياله ظهرت فتوى من شيخ الأزهر بأن الأفضل للشهيد أن يدفن في مكانه، فوافقت أسرة الرئيس على دفنه مكان وفاته، وتم تجهيز مقبرة الرئيس داخل النصب التذكاري للجندي المجهول. 10 أكتوبر 1981 تم تشييع جثمان الرئيس أنور السادات في جنازة حضرها 800 قائد من حول العالم، من ضمنهم 3 رؤساء أمريكيين سابقين ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن و3 رؤساء عرب. Mr. President, what would you like people to write about you after you've gone? I should like them to write on my tomb. He has lived for peace. And he has died for principles.